كذلك مشاهدينا الكرام، إن شاء الله لنا عودة معكم بعد هذه الوقفة القصيرة لنتناول موضوع التغطية الخاصة بمكتب بغداد. مشكورين، لنا عودة إن شاء الله. من عبق كربلاء، فريق عمل مكتب بغداد الكاظمي وصل عاملا لخدمة زوار العسكريين. يا دعاء ويا أمل يا المهدي لي عرفني بيك. هي ليست الزيارة الأولى وليست المهمة الأولى في سامراء لمكتب بغداد وجنود قناة كربلاء فيه، لكن نكهة الشوق هذه المرة طغت على الخدمة بشكل أقوى. من عند ذا ما مر عليك يا دعاء. ونعت قناة كربلاء إمامها العسكري، ووقف الخدم بين حزن وأسى، والدموع هي التوقيع. ساعات بث مختلفة، محاور متعددة، لقاءات ومواد تسجيلية، بالإضافة إلى البرامج المباشرة صباحا ومساء. هذا كله في البث الخاص لاستشهاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هي كربلاء أتت بدموع الحسين لتبكي في حرم العسكريين، ملبية النداء يا صاحب الزمان. شاهدناها اللي كلها حقيقة مثل ما ذكرنا هي بركة وخير وعطاء وتوفيق وسداد. نوجه كلمات الشكر، عسى أن تسع تلك الجهود اللي بذلها مكتب بغداد مشكورا ضمن الأيام اللي فاتت واللي تغطيتهم لزيارة العسكريين سلام الله عليهم. وشاهدنا البرامج اللي هي تقريبا من الميداني إلى البرامج المباشرة بمختلف أوقات النهار بالصباح وحتى في الليل، فكانت أعتقد هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لكل الزملاء في مكتب بغداد أنه وفقوا أنه يذهبون إلى تلك الأماكن المقدسة، وكانت لهم أدوار وشاهدناها في الزيارة الأربعينية، وشاهدنا الآن دورهم بتغطية الزيارة اللي مرت قبل أيام. وهذا يعني تقريبا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى وسداد. ولكن اللي يختلف مثل ما شاهدنا ضمن يعني ضمن هذه المشاهد كان الذهاب هو بإرادة وبمحبة وبعطاء. وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفق الجميع لكل هذه الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى على القبول.